استقر سعر صرف الجنيه أمام مختلف العملات الأجنبية خلال منتصف التعاملات في البنوك الحكومية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 17 جنيها و80 قرشا للشراء مقابل 17 جنيها و90 قرشا للبيع. كما سجل سعر صرف اليورو مستوى 20 جنيها و77 قرشا للشراء مقابل 21 جنيها و55 قرشا للبيع. أيضا بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 23 جنيها و24 قرشا للشراء مقابل 23 جنيها و54 قرشا للبيع. وإلى أسواق الذهب محليا، والتي شهدت ارتفاعا جماعيا، حيث سجل جرام الذهب عيار 18540 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21630 جنيها بزيادة قدرها جنيهان، وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار جنيهين مسجلا 720 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب 5040 جنيها.